بص، هو الانتماءات مهمة جدا، لأن أنا عايز بس أقول حاجة، ودي طبعا يعني أنا ما بق... ما أنا يعني ببقى فخور وأنا بقولها، إن أنا والدتي كانت عاملة لي فانلة بيضاء، عشان أنا كنا زملكاوي، إحنا من المتبع أصلا، من عين الصيرة، من مصر القديمة، اتولدت في سيدة زينب في المتبع، وبعدين نقلنا في مصر القديمة في عين الصيرة، الحي الشعب الجميل دوت. فوالدتي كانت عاملة لي فانلة بيضاء ألعب بيها، وعاملين رقم 14 حسن شحاتة، كل يوم جمعة أنزل ألعب برقم 14 كابتن حسن شحاتة، والجمعة اللي بعديها أشيله الرقم 1 أنزل ألعب برقم فاروق جعفر 4. فكنت بعشق الاثنين دولت لغاية ما ظهر علي خليل. بقى علي خليل بالنسبة لي يعني أنا بحبه جدا جدا، فهم الثلاثة دولت كانوا بالنسبة لي نجوم في السماء، فكنت بحبهم جدا جدا، فكنت زملكاوي. الموقف الطريف بقى إن أنا ما روحنا نادي المعادي بنختبر علشان كابتن شيكو شوفنا، فما كابتن شيكو عمل تقسيمه وبعدين ناداني من اول لمسه وقال لي تعالى تعالى، وراح لغى التقسيمه كلها وقال لي تعالى انت بتلعب فين؟ فقلت له انا ما بلعبش في حته، فقال لي انا ما بهزرش، تلعب فين عشان اقدر اجيب لك استغنى واوديك حته كويسه؟ قلت له والله ما بلعب في حته، انا بلعب في الشارع. قال لي طب تحب تلعب في النادي الاهلي؟ قلت له احب العب في النادي الاهلي؟ يعني بقى بقول لك بلعب في الشارع، تقول لي تحب تلعب في النادي الاهلي؟ يعني مش مثلا تحب تلعب في مركز شباب عين الصيره، في مركز شباب مش عارف ايه؟ لا ده انت بتقول لي النادي الاهلي. قلت له طبعا احب. ليه بتقول لي كده؟ طبعا احب العب في النادي الاهلي. قال لي لا اصل الزمالك بيقولوا انت زملكاوي. قلت له يعني انت لو عرضت عليا الزمالك انا موافق، انما انت عرضت عليا الاهلي فطبعا مش شارع للاهلي، موافق طبعا. فما عرض عليا النادي الاهلي ما كانش الزمالك عايزني ساعتها، فروحت النادي الاهلي. فما روحت النادي الاهلي عايز اقول لك اخلصت جدا للنادي الاهلي، لان نسيت حاجه اسمها زمالك خالص. حتى اول ماتش لعبته زمالك واهلي جبت جول في كاس مصر 4-2، كنت سعيد جدا ان انا بكسب فرقتي، وده خلاص بقى اتنسى عندي، مع ان بقى اهلي كلهم بقوا يعني في شده بيني وبينهم عشان هم زملكاويه قوي ومولودين في المتبع. الكابتن عبد النصر الله يرحمه، كابتن رفاعي ربنا يديله الصحه، فكان في شده، ولكن برضو ابنهم اللي كان بيلعب كانوا سعداء. ماتش اهلي وزمالك كان بيبقى فيه شده، فبقيت مخلص جدا للنادي الاهلي، فخلصت جدا وجبت بطولات وكنت زي الفل. لما رحت الزمالك بقى رجعت النادي الاصلي اللي انا بحبه، فزاد الاخلاص اكتر، فاخدت النجوميه في نادي الزمالك الحمد لله.